نروح بقى لأخبار الصحف والمواقع المختلفة، الأخبار الرياضية ومقر جريدة اليوم السابع تحديدا. زميلتنا العزيزة نورهان طوان رجعت لنا من جديد وهي موجودة دلوقتي عشان تطلعنا على آخر الأخبار والمستجدات. يا نورهان طبعا مرحب بيكي وحشتينا، وخلينا نسمع منك آخر الأخبار. وطبعا أكيد في مانشيتات مختلفة بتتحدث عن مباراة الليلة ما بين الأهلي وبيراميدز، اتفضلي. يا صباح الخير يا نهاوندو، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. طبعا زي ما قلت يا نهاوند، عودة إن شاء الله يعني وما تنقطعش تاني أو ما تكررش تاني، يعني كانت وعكة صحية كده بسيطة. إحنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم. ويمكن أول خبر معنا من موقع اليوم السابع، 11 لاعب خارج قائمة الأهلي في مباراة بيراميدز الليلة بكأس مصر. يمكن استطرد تقرير اليوم السابع غيابات، او يعني سلط الضوء على الغيابات اللي طبعا بيعاني منها فريق النادي الاهلي اليوم امام بيراميدز في المباراه المقرر اقامتها في 9:30 في ربع نهائي النسخه الماضيه من بطوله كاس مصر. ويمكن ذكر التقرير انه في 11 لاعب غايب النهارده، وطبعا هم بيرسيتاو وعلي لطفي ومحمد عبد المنعم وايمن اشرف واكرم توفيق وحمدي فتحي وعمار حمدي واحمد عبد القادر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني، كل دول الاصابه، اما غياب محمد محمود فلأسباب فنية. تاني خبر معانا من جريدة العين الإخبارية واللي نقل عن بعض الصحف الإنجليزية طبعا زي ميرور ويزا سان، وبعنوان الميركاتو الصيفي سبب مفاجئ يحرم محمد صلاح من جنة ريال مدريد. يمكن تقرير ذا سان الانجليزيه اللي نقلته العين الاخباريه بتقول انه بقى في مرونه كبيره جدا من اداره نادي ليفربول في طبعا يعني بيع النجم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول في الفتره المقبله او في الميركاتو الصيفي المقبل. وطبعا قالت ان هي تشترط يعني الحصول على 60 مليون جنيه استرليني، حيث لا ترغب اداره نادي ليفربول في التخلي عن اللاعب بشكل طبعا يعني مجانا بعد نهايه عقده في 2023. كمان خلينا نقول لكم انه ميرور البريطانيه قالت انه يمكن في سبب او عائق قد يمنع انتقال محمد صلاح لصفوف ريال مدريد بعد توارد بعض الانباء انه النجم المصري اقترب من صفوف الفريق الاسباني، وده طبعا في ظل التكهنات الكبيره اللي بنشوفها في الفتره اللي فاتت حول مصير او مستقبل النجم محمد صلاح في الفتره القادمه. ميرور قالت انه يمكن تصريحات محمد صلاح الاخيره قبل نهائي دوري ابطال اوروبا قد تكون عائق امام انضمام اللاعب طبعا لصفوف الفريق، خصوصا انه كمان الفريق بيحتاج المهاجم في الفتره القادمه بعد ما فشل في التعاقد مع كيليان مبابي اللي جدد عقده مع باريس سان جيرمان، وكمان يعني طبعا هالاند اللي طبعا انتقل لصفوف مانشستر سيتي في الايام الماضيه. وخبر اللي بعده معانا من موقع كوره، رسميا بيل يعلن انتقاله الى لوس انجلوس الامريكي. اخيرا جارس بيل طبعا انتقل او رحل عن صفوف ريال مدريد بعد يعني احنا كنا بنشوف اخبار كتيره جدا عن جارس بيل وخلافات كبيره جدا مع المديرين الفنيين المتعاقبين على ريال مدريد وكمان مع اداره الفريق الاسباني، ولكن اخيرا الويلزي جارس بيل اعلن انتقاله لفريق لوس انجلوس الامريكي، وكمان نشر عبر حسابه الشخصي بتويتر فيديو بقميص الفريق طبعا، وقال انه طبعا سعيد بالانضمام الى الفريق او فريقه الجديد. كمان خلينا نقول لكم ان جارس بيل يعني كان مصمم ان هو ينتقل في الفتره القادمه لصفوف فريق اخر غير نادي ريال مدريد للمشاركه والعوده مره اخرى لصفوف منتخب بلاده والمشاركه في نهائيات مونديال قطر 2022. اخر خبر معانا من جريده الشرق الاوسط للموسم الرابع، صراع هلالي نصراوي على لقب الهداف. جريده الشرق الاوسط سلطت الضوء على المنافسه بين لاعبي نادي الهلال ونادي النصر السعودي في الدوري السعودي، خصوصا كمان في الحصول على لقب الهداف الدوري السعودي الاربع سنوات الماضيه، يمكن من بدايه من موسم 2018 2019، والصراع هلالي نصراوي محصور ما بين اللاعبين الفريق. كمان خلينا نقول لكم انه البرازيلي تاليسكا نجم فريق النصر رفع رصيده التهديفي الى 20 لينافس النيجيري اودين ايجالو مهاجم الهلال صاحب ال 22 هدف ومتصدر القائمه.
في النهايه كمان عايزين يعني طبعا بنتمنى كل التوفيق للثلاثي المصري في نهائي بطوله العظماء الثمانيه للسكواش، وعلى راسهم طبعا نجم النادي الاهلي مصطفى عسل حامل اللقب، وكمان بنتمنى التوفيق لنوران جوهر ونور الشربيني النهارده في النهائي. دي كانت ابرز اخبارنا هنا من موقع وجريده اليوم السابع، شكرا لكم جدا وعوده الى الاستوديو. نشكرك يا نورهان جدا وحمد لله على سلامتك، وان شاء الله يعني خلاص رجعت لنا وتفضلي بقى معانا، بنستمتع جدا بقرايتك اكيد للاخبار. شكرا ليك.